النهارده ذكرى ميلاد الشاعر العظيم صلاح جاهين، شاب وعمره 1000 عام. هذا الرجل اللي قال لا تجبر الانسان ولا تخيره، يكفي ما فيه من عقل بيحيره، اللي النهارده بيطلبه ويلقاه هو اللي بكره بيشتهي يغيره. ده احمد رزق يا جماعه، الصوره اللي فاتت ده احمد رزق، ده الفنان الراحل صلاح جاهين. هذا الرجل الذي كان يفيض سخريه وابتساما وخفه دم مات مكتئبا. هذا الرجل مرت عليه مراحل، في 67 جاله اكتئاب شديد جدا، لكنه كان عنده قدره على انه يديك امل وهو محبط، شيء غريب من النوادر. شاعر وصحفي وفنان وممثل في كل حاجة، ورسام كبير طبعا. يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك انما كتم الغنى هو اللي هيموتك. وعجبي